احلى صباح ومساء على متابعي مادنز الغاليين، وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد من اعلانات الليكويد على القناه. وخليني اخطف كده كام ثانيه من الريفيو واقول لكم بجد اشكركم جدا جدا على الدعم الغير مسبق على صفحه الفيسبوك. بجد وصلنا ل 84000 يوم 29 اكتوبر، النهارده عدينا ال 88000، يعني تقريبا زدنا حوالي 4000 وشويه في خلال 10 ايام 11 يوم. بجد اشكركم جدا. ده غير ان الريتش بتاع الصفحة وصل في خلال شهر لتلاتة وشوية مليون، في خلال تلات شهور وصل لحوالي اكتر من 9 مليون، وده رقم ما كنتش احلم ان انا اوصل له غير بيكو وبوجودكو، فبشكركو جدا على دعمكو ده. يلا بينا خلونا نشوف الريفيو اللي معنا النهاردة. البراند اللي معنا النهاردة مش غريب على ناس كتيرة من اللي متابعين القناة، لان دي مش اول مرة هنتكلم عليه مع بعض، لان ده يعتبر الاعلان التاني لنفس البراند معنا على القناة بعد تقريبا سنتين وشوية. فخلونا نشوف التطورات اللي حصلت على البراند من شكل الديزاين واسعاره وتغليفه، ونعرف الناس اللي ما تعرفش البراند ده قد ايه هو براند ذو جوده تحترم، وانه لاين اقتصادي بالذات في الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها وسعر الدولار اللي رفع كل حاجه وجننها. معايا ومعاكم لاين بامبينو سيريز 2. تم انتاج وتصنيع براند بامبينو في شهر 9 2016، يعني بنتكلم على براند موجود معانا في السوق المصري وما زال يباع وينافس بقوه من اكتر من 6 سنين، وتقريبا هتلاقيه في اغلب الستورز اللي موجوده ومنتشره في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. براند لما نزل في وقته في 2016 كان بيلعب لوحده في حته كده مع نفسه في فئته السعريه الاقتصاديه ذات الجوده اللي تحترم، وهقول لك ليه جوده تحترم. تعالوا نتكلم على الديزاين والتغليف بتوع اللاين. طبعا الديزاين والتغليف بتوع اللاين اختلفوا تماما شكلا وموضوعا عن ما كان في الاصدار اللي قبل ده، زي ما انتم شايفين وواضح قدامكم التطور والاختلاف ما بين الاصدارات القديمه زي ما انت شايف كده كان شكلها عامله ازاي، والاصدارات الجديده بالوانها واشكالها واشكال الفواكه عليها. فانا شايف ان هو تطور للاحسن وللاحلى. اما بخصوص التغليف بتاع اللاين، بيقدم لاين بامبينو في اصداراته للدي ال والام تي ال 30 ملي التشابي جوريلا السوداء اللي بتيجي من غير تشايلد بروف، واعتقد ده عشان يحافظ على الفئه السعريه اللي هو بيلعب فيها واللي متفوق فيها في السوق المصري رغم وجود اسعار تنافسيه في براندات اخرى. ولكن بيفرق هنا خبره لا يستهان بيها اولا، وثانيا جوده الخامات المستخدمه، واللي صاحب البراند ما عندوش اي مشكله في انك كمستخدم تطلع عليها او تطلع على الفواتير الخاصه بشراء هذه الخامات عشان تضمن جوده هذه الخامات. وده اللي كنت بقوله لك لما كنت بنتكلم على الجوده، قلت لك هقول لك هي دي الحته اللي عايزك تعرفها، ان صاحب البراند ما عندوش اي مشكله انك تشوف الدنيا عنده بمنتهى الشفافيه، وده بيديله ثقه كبيره جدا عند مستخدميه ومتابعينه. طيب تعالوا بقى دلوقتي نتفرج على البراند وعلى الفليفرات اللي بيقدمها لنا وبيقدمها لمستخدميه وللسوق المصري. بيقدم لاين بامبينو 28 فليفر، ايوه 28 فليفر زي ما سمعت كده، مقسمه تقسيمه حلوه جدا وفيها تنوع كبير جدا هترضي جميع الاذواق او اغلب الاذواق، يعني حتى الناس اللي بتشرب ام تي ال برضو اللاين ما نساهاش وعامل لك 10 فليفرز ام تي ال عشان الناس تتبسط من التجربه مع براند بامبينو سيريز 2 ان كانت دي ال او ام تي ال. طب ما تيجوا دلوقتي بقى يلا نتكلم عن الفليفرز دي ونشوف كل فليفرز فيهم بيقول ايه زي ما جه في وصف المنيو بتاعه، بس خلونا نقسمهم مع بعض اقسام عشان نسهل على بعض ال 28 فليفر، وهبداهم بقسم الفكهاني. ايوه انا سميته كده قسم الفكهاني، ليه؟ لان انت ما هتسمع الفليفرز هتحس ان انت واقف عند فكهاني. وخلونا نبدا مع اول فليفر. اول فليفر معانا فص عويس ايس، والايس هنا معتدل والسكر فوق المتوسط، والمانجايه هنا بجد تحفه عويسي على ابوه، وده فيه منه اصدارات الدي ال والام تي ال. تاني فليفر معانا وهو ملوك البطيخ، البطيخ هنا هاني ديو مع لمسه بطيخ عشان يساعدوا بعض ويدوك فليفر البطيخ، مسكر والسقعيه بتاعته معتدله، وده في منه اصدارات الام تي ال والدي ال. الفليفر الثالث وهو عنقود العنب، وده عباره عن عنب مع مانجا ميكس مميز ومحبب لناس كتيره، مسكر وسقعيه معتدله، وده بينزل من اصدارات الدي ال فقط. الفليفر الرابع وهو فص كيوي، وهو عباره عن ميكس مانجا مع كيوي بالمزازه بتاعت بذره الكيوي، ميكس لذيذ سقعيه معتدله وسكر متوسط، وده بيجي باصدارات الدي ال فقط. الفليفر الخامس وهو فص بطيخ، وهو بطيخ مع فص منجاية عويس سقعية معتدلة ومسكر فوق المتوسط، وده بينزل بإصدارات الدي ال فقط.
وكده خلصنا قسم الفكهاني، خلونا دلوقتي نروح على تلاجة المشروبات الغازية والكنزات. يلا بينا. أول فليفر معانا على رف التلاجة وهو الكوكا كولا آيس. وصفه سهل، كنزاية كولا ساقعة مشبرة، سكرها مظبوط وسقعية عالية نسبيا، وبينزل بإصدارات الدي ال فقط. الرف اللي بعده هتلاقي عليه فيروز أناناس آيس. انا من عشاق الاناناس في الفيب، وده حقيقي فليفر مميز، كانك بتشرب واحدة شعيرز بالاناناس الساقع وسكرها مظبوط، وده بينزل فقط باصدارات الدي ال. ندخل بعد كده على البينا كولادا ايس، المشروب الشهير جوز الهند مع الاناناس، ميكس رائع منعش لمحبي المشروب ده، سقعية معتدلة وسكر فوق المتوسط، وبرضه بينزل باصدارات الدي ال فقط. بعد كده هتلاقي عندك الريد بول، وهو اقرب لطعم مشروب الطاقة، ناقصها مزازة الريد بول ولكنها لذيذة مسكرة وساقعة باعتدال، ومتوفرة بإصدارات الدي ال فقط. آخر إزازة معانا وهي فانتا تفاح، والتفاح هنا بحريني فاخر، سكر فوق المتوسط وسقوعية معتدلة، وبينزل بإصدارات الدي ال فقط. كده خلصنا وقفلنا التلاجة بتاعت المشروبات والكنزات، وندخل على القسم اللي بعده وهو قسم المخبوزات والبسكوتات، ونبدأها بقسم المخبوزات. أول فليفر معانا وهو المادرز ميلك، وده الفليفر الأشهر في مصر، وهو عبارة عن فراولة مع لبن وشوية كريمات مع فراولة زيادة، وده بينزل بإصدارات الدي ال والام تي ال. ندخل بعد كده على الفانيليا كيك، كيكة بيضة هشة كده مع كريمة عليها، حاجة لذيذة جدا وتستمتع معاها طول اليوم، وبينزل بإصدارات الدي ال فقط. ندخل بعد كده على التشيز كيك فراولة، من اسمه هو ده وصفه اللي هتلاقيه، مع إحساس صوص الفراولة اللي مغرق التشيز كيك، وده بينزل بإصدارات الدي ال والام تي ال. كده خلصنا المخبوزات، نخش بقى على قسم البسكوتات مع اللوتس وجماله، ونبدأها مع اللوتس ايس كريم. بولة ايس كريم فانيليا عليها بسكوت لوتس مكسر، وفي سقوعية محسوسة ومسكر، وده بينزل باصدارات دي ال فقط. الفليفر اللي بعده اللوتس جوز الهند، وهو بسكوتة اللوتس عليها جوز الهند اللي بيبقى زي الازاز كده صغير كده، طعمها حلو ليا لاني من محبي جوز الهند المسكر، وهو فليفر مسكر فوق المتوسط، وبينزل باصدارات الدي ال فقط. وبعديها عندنا اللوتس بسكوت، وده الطعم الاصيل الاصلي بتاع بسكوتة اللوتس من غير اي اضافات، سكر مظبوط، ودي بتنزل باصدارات الدي ال فقط. والفليفر الاخير معانا في عائلة البسكوتات وهو التوباكو لوتس، وده العشاق التوباكو بالبسكوت، دي لازم تجربها، تصلح طول اليوم، مظبوطة وسكر مظبوط والفليفر قوي، ودي بتنزل باصدارات الدي ال والام تي ال. ندخل بقى على القسم اللي بعد كده وهو قسم الايصات والحاجات الساقعة. ايس كريم فراولة، وحقيقي الفليفر ده هيبهرك، هيرجعك لايام اللوليتا الفراولة المسكرة وسقوعية معتدلة، وده بينزل باصدارات الدي ال والام تي ال. الفليفر اللي بعد كده الفراولة ليمون، وده ميكس الفراولة والليمونة الساقعة، حاجة منعشة، ويا لو معاه شوية نعناع كمان كان هيبقى خطير، سكر معتدل سقوعية فوق المتوسط، وده بينزل باصدارات الدي ال فقط. بعد كده معانا البينك بانثر، ميكس التوت مع الكوتون كاندي، سقوعية فوق المتوسط سكر معتدل، وبينزل باصدارات الدي ال فقط. اللي بعده الفراولة بطيخ، ده ميكس لذيذ وسائع منعش ومسكر، والبطيخة معاها شوية هاني ديو خفيف، وبينزل فقط باصدار الدي ال. ندخل على السترو كيوي، وده ميكس فراوله مع كيوي مميز بمزازته، وسكر فوق متوسط وسقوعيه عاليه نسبيا، وده بينزل باصدارات الدي ال والام تي ال. الميست ايس ده ميكس قديم ومشهور قوي في الفيب، وهو عباره عن توت وعنب رائع، وفلاش باك رائع للناس القديمه، مسكر وسائع ومنعش، وده بينزل باصدارات الدي ال فقط. خلصنا الايس كريمات والسقعيات، ندخل بقى على اللبان والناس اللي بتحب تندغ في اللبان. يلا بينا. عندنا اللبان الفراولة، لبان فراولة مع هنت خفيف قوي نعناع، مش ملحوظ قوي بس رائع لمحبي اللبان الفراولة، وده بينزل باصدارات الدي ال فقط. عندنا بعد كده الترايدنت بلو بيري، لبانة مميزة وميكس البيري قوي مع اللبان سكر عالي، وده بينزل باصدارين الدي ال والام تي ال. وبعد كده الترايدنت البطيخ، ده حلو بالنسبة لي عشان بحب اللبانة دي بالسكر بتاعها بالافتر تيست بتاعها، والفليفر ده رائع في محاكاة اللبانة دي، وبينزل فقط باصدارات الدي ال. كده خلاص داخلين على اخر قسم معانا وهو قسم التوباكوهات. عندنا الترايبيكا، وده واحد من اشهر التوباكوهات في السوق المصري،
والعالمي ملعوبة باحترافية جدا شابول حقيقة، وده بينزل بإصدارات الدي ال والام تي ال. وأخيرا معانا فليفر اكس مالبورو، وده الفليفر الوحيد اللي بينزل ام تي ال، وهو عبارة عن سيجارة مالبورو لكن معاها شوية عسل خفيفة، بس رائع ويصلح اول داي فيب، حاجة رائعة جدا لمحبي التباكو السادة. بس كده خلصنا ال 28 فليفر بالتقسيمات اللي انا شايف ان هي دي احلى تقسيمة ليهم، وقسمتها كده عشان تبقى اسهل على ان احنا نستوعبها ونفهمها كلها. وزي ما شفتوا التنوع كبير جدا عند لاين بامبينو الحقيقة، فاكيد هتخبط في حاجة عنده وهتعجبك. تعالوا بقى نتكلم على اللاين ككل ونشوف الخدمات اللي بيقدمها لليوزرز بتوعه، وهنبدأها بنسب الخلط الخاصة بالبراند. طبعا بيقدم لنا في اصدارات الدي ال نسب خلط 70-30، وفي اصدارات الام تي ال بيقدم لنا نسب خلط 50-50. اما عن نسب النيكوتين فبيقدم لنا في اصدارات الدي ال نسبة نيكوتين 3 ميج، اما في اصدارات الام تي ال فبيقدم لنا نسبة ال 6 وال 9 وال 12 عشان يلبي اكبر شريحة ممكنة. وعمل لهم تقسيمة الوان حلوة جدا، هتلاقي ال 6 فيها كده خلفيات زرقاء، اما ال 9 هتلاقي فيها خلفيات محمرة، وال 12 هتلاقي فيها خلفيات غامقة. ندخل بقى على نسب الفليفر المستخدمة في اللاين ككل، ودي نسبة بتكون من الى زي ما قلنا، والنسبة المستخدمة في لاين بامبينو في ال 28 فليفرز بتوعه بتتراوح من 15% ل 18%، ودي نسبة مش قليلة بالنسبة لللاين وسعر. ومع السعر خلينا ندخل على النقطة اللي بعدها، وهي الاحجام اللي بيقدمها والاسعار. وزي ما قلنا في الاول انه بيقدم حجم واحد فقط لاصدارات الدي ال والام تي ال، وهو ال 30 ملي فقط. اما بخصوص الاسعار، ودي النقطة المهمة لكل الناس اللي بتتابعني وتتفرج علينا النهاردة، بالذات في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها وارتفاع سعر الدولار وسعر الخامات وسعر بعض اللاينات، بيقدم لاين بامبينو حتى تصوير هذا الفيديو اصدارات الدي ال بسعر 60 جنيه ال 30 ملي، اما اصدارات الام تي ال فبيقدمها بسعر 70 جنيه لل 30 ملي، وطبعا السعر تنافسي وقوي جدا. ندخل بقى على توفر السامبل باك والتست بار. حتى تصوير هذا الفيديو مفيش عندهم سامبل باك، او ان انت تشتري احجام صغيره من كذا فليفر عشان تجربهم وبعد كده تشتري الكبيره، ده مش موجود. اما بخصوص التست بار فهو متوفر عند بعض الستورز. اما بخصوص البيع اونلاين والطلبات الخاصه، البيع بيكون من خلال صفحتهم على الفيسبوك، تقدر تتواصل معاهم من على الصفحه بتاعتهم، ادي العنوان بتاعهم هنا هسيبه لك، تقدر تدخل تتكلم معاهم وتطلب اللي انت محتاجه منهم دايركت. اما لو عندك طلبات خاصه معينه، زي مثلا انت عايز اللبان الفراوله لان هي ما بتنزلش غير دي ال فانت عايزها ام تي ال، يقدر يعمل لك ده، عندهم كاستم اوردرز، فانت تقدر تكاستم الاوردر على مزاجك برده من خلال التواصل معاهم على صفحتهم على الفيسبوك. ونيجي عند اهم نقطه، وهي خدمه ما بعد البيع وسياسه الاستبدال. وهم مثبتين عندهم على صفحتهم بوست بيتكلم على طريقه الاستبدال بتاعتهم والشروط، وخليني اقراها معاكم حالا. بص يا سيدي، بيقول لك ايه: لو اي مستخدم لاين بامبينو سيريز في 2 واجهته اي مشكله في اي من منتجاتنا، بغض النظر عن نوع شكوى حضرتك او الدخول في اي تفاصيل نوع البود او نوع التانك المستخدم، فللعلم ان سياسه استبدال اي منتج متاحه لكل عملاء اللاين بدون ما تضايق نفسك. حلوه دي. تقدر تتوجه للمحل اللي اشتريت منه المنتج وتطلب منهم استبدال الزجاجه باي منتج اخر، وهم هيلبوا رغبتك. سياسه استبدال الزجاجه بتاعت لاين بامبينو ان يكون ناقص من الزجاجه مش اكتر من 5 مللي، يعني ما توديها ليش ناقصه نص الازازه ولا ثلاث ارباعها وتقول لي ما عجبتنيش وعايز اغيرها. ان يكون تم الشراء من اي من الموزعين المعتمدين، يعني في ناس معتمده موجودين على الصفحه لو اشتريت منهم هيتم التعامل مع شكوتك بمنتهى البساطه. ان يتم الاستبدال من نفس المحل اللي اشتريت منه المنتج. الا يكون تم الشراء لمده اكتر من 5 ايام لمراعاه ظروف التخزين الليكويد. في حال الليكويد الام تي ال او الدي ال بيكون التيست الاساسي للزجاجه على التانك وليس بود، ودي حاجه يعني هم معاهم حق فيها، لان في بعض البودات ما بتديش اداء الفليفرز المطلوب منها كويس فبتاثر على الفليفر، فممكن تكون انت متعود على الفليفر على تانك وتيجي تجربه على البود فتلاقي الوضع مش مظبوط. الستور له احقيه تجربه الزجاجه للتاكد من وجود عيب بها ورفض الاستبدال في حاله خلوها من اي عيوب، تبعا لسياسه كل محل. بس فدي اللي هم كاتبينه، بصراحة عجبتني جدا الكلمة فقلت ايه اقراها معاكم. وبالكلمة الاخيرة الخاصة بسياسة الاستبدال، اقدر اقول لكم ان احنا كده خلصنا الاعلان عن بامبينو سيريز 2 باصداره الجديد والشكل الجديد. ندخل بقى على فقرة الجيف اوي اللي مقدمها لكم اللاين. زي ما انتم شايفين كل الازايز اللي احنا اتفرجنا عليها في الريفيو اللي كانت بتتصور واللي انتم شايفينها كانت في خلفية كل فليفرز واحنا بنشغلين في الفيديو، عايز اقول لكم دي كلها بتاعتكم. ازاي تكسبوا
ازاي هنعمل المسابقة دي، تابعوا صفحة مادنز على الفيسبوك عشان هينزل عليها طريقة ازاي تكسب. فكل اللي ما اشتركش لسه على القناة يشترك، واللي لسه ما اشتركش هنا برضو ياريت يشترك. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تقوليش بقى مش عارف ايه، تعمل لايك على طول وتسيب لي كومنت تحت باسم الفليفر اللي عجبك واللي انت عايز تجرب، عشان هيحصل سحب عشوائي من اليوتيوب ومن الفيسبوك على البوست اللي هينزل. يلا اوعى تتأخر، وشكرا لكم ولدعمكم ولحبكم ولوقتكم ولكل حاجة بتعملوها. أشكركم مرة تانية من كل قلبي. كان معكم في هذا الإعلان مادنس، ودايما خليكم فاكرين إن السجاير هلكتنا وجي وقت إيه صحتنا. أشوفكم على خير. سلام.